جملة واحدة لحد قبل ما نطلع فاصل، كارتيرون أفضل ولا موسيماني؟ بدون شرح. يعني السؤال صعب جدا. السؤال صعب جدا. بس المنهج. يعني ده يعني هو ذكاء يعني. لا لا خالص. أمال لا يعني أنت يعني. المنهج والله. يعني أنت ما جايبه من الكتاب ده. لا يعني بتختبرني؟ لا يا كابتن ما حدش اللي أنا على اختبرك. لا يعني معلش. كابتن تختبرنا كلنا يا كابتن. يعني اللي حقق اللي هيحقق البطولات هو اللي هيكون أفضل. يعني صعب نقول اسم؟ يعني أصل لسه أنت دلوقتي الدوري هيبدا تاني فنيا ورؤيه ملعب مين فيهم افضل اللعيبه بقى هي اللي بتقول مين فيهم افضل لكن انت لو قعدنا من هنا لبكره انت لو جبت احسن مدرب في العالم مش هتقول اسم لا لو جبت احسن مدرب في العالم وعندكش لعيبه كويسه يبقى اقل منهم ولو جبت مدرب 50% وعندك لعيبه عاليه ولعيبه عندها الدفع واللعيبه عايزه تبقى هي اللعيبه هي صاحبه القرار دايما المدير الفني لكن انت قناعتك من جواك مين افضل انت عايز ترجع يعني مزنوق في الحته دي بصراحه الاثنين بقى ها اللي يقسم الدوري بقى الافضل اللي ياخد فيهم الدوري يبقى افضل يعني موسيماني لو اخد الدوري يبقى افضل طبعا